السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى طبعا معاكم مستر محمد فوزي. النهاردة إن شاء الله بإذن الله تعالى نبدأ أول حصة مع بعض في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاسب الآلي إن شاء الله بإذن الله تعالى في الصف الثالث الإعدادي. الأول هنتكلم بس عن بعض التعليمات أو بعض الأسئلة اللي ممكن كل طالب بيستفسر أو عايز يستفسر عنها، تمام؟ أغلب الطلاب عايزة تسأل هل المادة تضاف للمجموع أو لا؟ هل المادة مادة نجاح ورسوب ولا إيه بالظبط؟ هل المادة لها امتحانات عملي ولا لا؟ طيب الأول طبعاً إحنا نبقى عارفين إن مادة الحاسب الآلي في الصف الثالث الإعدادي هي مادة نجاح ورسوب ولكن لا تضاف للمجموع. هي مادة نجاح ورسوب ولكن لا تضاف للمجموع، اوكي؟ ما عليكش يعني فيها امتحان عملي. ما فيش فيها امتحانات عملي. الصف الثالث الإعدادي ما فيش فيها امتحانات عملي ولكن هو امتحان نظري فقط لا غير. ولكن في جزء فيها علشان أفهمه لو أنا شرحته بشكل عملي هتفهموه بشكل أفضل، وده لما نوصل له إن شاء الله بإذن الله تعالى هنلاقي ان في جزء فيها لما انا اشرحه بشكل عملي هيوصل ليك كطالب بشكل افضل يعني ان شاء الله. اوكي؟ طيب يبقى احنا عرفنا كده ان الماده بتاعتي هي ماده النجاح والرسوب ولكن لا تضاف للمجموع. اوكي؟ ده رقم واحد. رقم اثنين مفيش امتحانات عملي لماده الحاسب الالي للصف الثالث الاعدادي. طيب معانا طبعا في او اي استفسارات يا شباب او اي اسئله بتكون من خلال الجروب الرسمي للمدرسه، تمام؟ دي رقم يعني واحد. مستر احنا ما ينفعش نتكلم على الجروب الرسمي للمدرسه حضرتك، بس اللي ينفع تتكلم. طيب دي نبقى نشوفها مع بعض ان شاء الله باذن الله تعالى، اوكي؟ ولكن احنا بس هنتفق على شيء معين، ان احنا عندنا ان شاء الله باذن الله تعالى تبقى المواعيد طبعا زي ما انتم شفتوها على الجروب، يوم الاحد، يوم الاثنين، يوم الاربع، ويوم الخميس، تمام؟ الساعه 6 بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. اوكي؟ ده مواعيد الاسبوع ده ان شاء الله باذن الله تعالى مع بعض. طب مستر لو سمحت يا مستر، حضرتك هتدينا ملزمه او ورق نذكر منه؟ طيب دي ان شاء الله باذن الله تعالى احنا هنشتغل مع بعض. الاول بنشرح المحاضره بتاعتنا. المحاضره باذن الله تعالى هنحاول ان هي لو هنسجلها بحيث ان احنا ممكن ننزلها على الجروب تسمعها مره واثنين وثلاثه. هيكون في تمارين مع بعض ويكون في ملخص بتاخدوه ان شاء الله باذن الله تعالى في اخر محاضره باذن الله، بحيث ان هي الملخص ده يساعدك ليله الامتحان ان انت بتذاكر منه. احنا هنشرح من كتاب المدرسه، كتاب المدرسه نفسه ملخص، يعني كتاب المدرسه ما فيهوش كتير. وانا بشرح بشوف بوريكم ايه هي الحاجات اللي انت بتركز عليها في كتاب المدرسه، تمام؟ فلو في حاجات معينه وانا بشرحها ما بعلمش عليها بالماركر او بالقلم بتاعي وانا بشرح يبقى نعرف الحاجات دي يعني ما نركزش عليها. لكن احنا بصفه عامه هنشرح المنهج من كتاب المدرسه عشان يبقى كل طالب، والكتاب ده ممكن ابعته لكم بعد كده بالشرح يعني بشكل القلم وانا بشرح عليه كده او بالقلم الحاجات المهمه هيبقى بتعلم عليها باللون الاحمر مثلا وكده زي ما احنا هنشوف النهارده مع بعض يعني باذن الله. خلاص؟ فده اللي احنا يعني هنبدا ان شاء الله باذن الله تعالى مع بعض هنشتغل عليه. يبقى احنا لازم نركز في حاجه مع بعض. اول هام عندي المواعيد بتاعتنا خلاص عرفناها، يوم الاحد والاثنين والاربع والخميس الساعه 6
طاقة المملكة العربية السعودية، ده رقم واحد. رقم اتنين، المادة بتاعتي هي مادة نجاح ورسوب خلاص، ولكن لا تضاف للمجموع. المادة بتاعتي ما عليهاش امتحانات عملي، مفيش أي امتحان عملي مطلوب منك في مادة الحاسب الآلي، أوكي؟ طيب، طبعا مواعيد الامتحانات دي المدرسة هي اللي هتعرفكم مواعيد الامتحانات إيه إمتى بالظبط. خلاص هنا، هل هي مع نفس مواعيد مصر أو جاب أو بعد؟ دي طبعا إدارة المدرسة عندكم هي اللي هتبلغكم بالموضوع ده. أوكي؟ في أي استفسار أو أي سؤال قبل ما نبدأ نشرح مع بعض أول درس لينا النهاردة؟ طيب نبدأ كده على بركة الله. مستر معلش، مستر مستر معلش. طيب تفضل، في حد عايز يسأل أي سؤال؟ طيب نبدأ مع بعض يا شباب. ده أول درس عندنا النهارده، إن شاء الله بنتكلم فيه عن حل المشكلات. حل المشكلات، ده الفصل الأول بتاعنا في المنهج، حل المشكلات، أوكي؟ طيب ايه هو حل المشكلات او بيتكلم عن ايه؟ طبعا بنتكلم فيه عن اكتر من بوينت او اكتر من عناوين رئيسيه عندي. مثلا نعرف المشكله، ايه هي مراحل حل المشكله، خطوات حل المشكله، والخرائط. طبعا الخرائط دي من الحاجات المهمه جدا اللي احنا بنشتغل عليها الترم ده تحديدا، تمام؟ نعرف يعني ايه خريطه، والكلام ده هنمشي مع بعض ايه في خطوه خطوه، اوكي؟ تمام يا شيخ. تمام يا مستر. مستر طب هو حضرتك هتدينا اللي هي ازاي نعمل صفحة اتش دي ام ال يا مستر؟ لا لا لا، تالتة، انت تالتة اعدادي، تالتة اعدادي ما عليهاش الاتش تي ام ال. تمام تمام، تالتة اعدادي ما عليهاش اتش تي ام ال. انت السنة دي كلها كاملة عليك لغة الفيجوال ستوديو، السنه دي كامله عليك لغه الفيجوال بيزك، تمام؟ هي اللي احنا بنشتغل عليها السنه دي كامله. الترم الاول في شغل معين بنشتغل عليه، والترم الثاني نفس البرنامج هو بنشتغل عليه الترم الثاني، اوكي؟ طبعا هو اصلا بيتكلم عن ايه اصلا؟ المنهج بتاعنا بيتكلم عن ان انت كيف انت تصمم برامج. خلاص؟ يعني المنهج بتاعنا بيتكلم عن انت كيف تصمم برنامج. اوكي؟ ايه تمام يا مستر. مستر ماشي، وفكره هنمشي منه. طيب. في اي مشكله عندنا في الصوت يا اخواننا قبل ما نبدا؟ لا يا مستر الصوت كويس. لا لا ما فيش الحمد لله. طيب تمام. حضرتك يا مستر هتدينا ورق مستر نذاكر منها يا مستر؟ انا الكلام ده قلته في بدايه المحاضره، قلت ان احنا ان شاء الله باذن الله تعالى انا بشرح من الكتاب اللي انتم شايفينه حاليا. كلكم شايفين الصوره؟ ايوه الصوره كويسه. ايوه طيب ده كتاب المدرسه احنا بنشرح منه، وبعد كده بديكم ملخص بتذاكروا منه في الاخر، اوكي؟ نفس الفايل اللي انا بشرح منه ده هيتبعت لكم ان شاء الله باذن الله تعالى عن طريق المدرسه في الجروب، تمام؟ ده واحد. اتنين، بعد كده ببعت لكم ملخص بتذاكروا ليله الامتحان ان شاء الله. خلاص؟ طيب نبدأ مع بعض. الفصل الأول بيتكلم عن حل المشكلات. نشوف مع بعض كده. أول حاجة، إيه هي المشكلة؟ المشكلة طبعًا التعريفات دي يا شباب لازم أحفظها. التعريفات دي لازم أحفظها. تمام؟ أي حاجة أنا بشرحها مهمة في غاية الأهمية، أنا يعني الحاجات اللي هي بره المنهج أو اللي مش بره المنهج. طب يا مستر إزاي نحفظها يا مستر؟ إحنا ما عندناش كتاب اوكي، ما احنا لسه بنقول يا مسهل، اوكي؟ انت الفيديو اللي احنا بنشرح بيه النهارده ده، اللي احنا هنشرحه النهارده ان شاء الله باذن الله تعالى هيكون متسجل باذن الله وهيتبعت له، اوكي؟
ده واحد. اثنين تمام اللي باخدين بالنا ان الفايل نفسه اللي انا هشرح عليه ده هبعته له. خلاص يا شباب الفايل نفسه اللي انا بشرح عليه ده هيتبعت لكم. خلاص أوك. تمام. طيب الاول تعريف المشكله. ايه هي المشكله؟ المشكله تعريفها هي عباره عن موقف بيتطلب ايجاد حل. تمام. اي هدف مطلوب الوصول اليه من خلال اتباع عده خطوات بترتيب محدد. ونركز في كلمه ترتيب محدد. تمام. ونركز في كلمه هدف مطلوب الوصول اليه. يعني انا النهارده كطالب في ثالثه اعدادي انا عايز مثلا احصل على الدرجه النهائيه في ماده الحاسب الالي. ده هدف، ده في حد ذاته هدف انا عايز اوصل اليه. في خطوات لازم في خطوات معينه ان انا مثلا احضر كورسات، احضر الدرس، اذاكر. تمام. دي خطوات. الخطوات دي لازم ليها ترتيب عندي عشان اوصل للهدف ده. اوكي. يبقى اي مشكله، اي مشكله، اي هدف انت عايز توصل له دي في حد ذاتها اسمها بروبلم، اسمها مشكله. تمام. لو انا عايز اوصل المدرسه الصبح بدري دي بالنسبه لي مشكله، هدف انا عايز اوصل اليه. في خطوات معينه ان انا انام بدري، اصحى الصبح، ما تباطئش في الصبح، يعني في ان انا مثلا اغسل وشي، افطر، البس، واطلع اركب مواصلاتي او طريقه الوصول الى المدرسه بطريقه سريعه. فدي خطوات عشان اوصل او احقق الهدف بتاعي. يبقى المشكله عندي هي موقف يتطلب ايجاد. ونركز في التعريفات دي لان انا عندي في حاجه ثانيه اسمها حل المشكله. يبقى المشكله عندي هي موقف يتطلب ايجاد حل له. يعني يعني هو هدف مطلوب الوصول اليه من خلال اتباع عدة خطوات بترتيب محدد. اوكي. يبقى ده تعريف مين دوا؟ ده تعريف المشكلة. طيب ايه هو حل المشكلة؟ حل المشكلة ده هو الخطوات والانشطة والعمليات اللي انا بمشي عليها عشان اوصل للهدف بتاعي. يبقى ده الفرق ما بين المشكلة وحل المشكلة. المشكلة هي الموقف او الهدف اللي انا عايز اوصل اليه. تمام. اما حل المشكلة هي الخطوات والأنشطة والعمليات التي ينبغي أو يجب القيام بها للوصول إلى إيه؟ إلى الهدف المطلوب للوصول إليه. أوكي؟ يبقى ده الفرق ما بين المشكلة وحل المشكلة. المشكلة هي الموقف أو الهدف اللي أنا عايز أوصل له. حل المشكلة هي الخطوات اللي أنا أمشي عليها عشان أوصل للهدف. تمام؟ طيب يبقى ده الفرق ما بين تعريف المشكلة وحل المشكلة. أوكي. طبعا هنا عاطيني مثال بيقول لي مثلا لو انت عايز تعمل كيكه كعكه بمواصفات معينه لازم طبعا اوفر الامكانيات اللي هو البيض والدقيق واللبن والكلام ده كله. هو كمثال يعني بمشي عليها في اجراءات معينه او خطوات معينه عشان اوصل للكيكه بالشكل المناسب. هديك مثال تاني. لو انت عايز تعمل كوبايه شاي، طيب في خطوات. طبعا هو انا ينفع امسك مثلا البراد الشاي احط فيه الشاي واولع عليه النار بدون ميه؟ لا طبعا. ينفع احط السكر الاول والشاي وما احطش ميه؟ لا طبعا. يبقى اذا في خطوات معينه عشان اعمل كوبايه شاي بشكل كويس، في خطوات معينه ما ينفعش ابدل خطوه مكان خطوه، خاصه من الخطوات الضروريه والمهمه. اوكي. طيب يبقى دي تعريف المشكله وحل المشكله. التعريفين دول لازم يتحفظوا يا شباب. اوكي. طيب ننزل تحت كده. ايه هي مراحل حل المشكله؟ البروبلم سولفنج ستيج او مراحل حل المشكله. عشان اوصل لحل المشكله في مجموعه من المراحل لازم امشي عليها وبالترتيب. ركز في كلمه بالترتيب لان ده محل اسئله في الامتحان. يقول لك مثلا المرحله الاولى في مراحل حل المشكله هي كذا، طب المرحله الثانيه، طب الاخيره، طب الثالثه. يبقى لازم احفظهم بالترتيب، ما ينفعش احفظهم وخلاص وما ابقاش عارف المرحلة الأولى مين والمرحلة الثانية مين والثالثة مين والرابعة مين والخامسة. أوكي. يبقى لازم كل مرحلة بعرف هي معناها إيه وترتيبها إيه. طيب مراحل حل المشكلة عندي، أول مرحلة عندي تحديد المشكلة. لو أنت مش محدد هدفك إيه إذا ما عندكش مشكلة أصلا، مفيش خطوات هتمشي عليها. أنا كطالب زي ما أنا قلت أنا عايز أوصل للدرجة النهائية في الحاسب الآلي. يبقى ايه هي دي مشكلتي؟ رقم واحد حددت المشكله ايه هي؟ الوصول الى الدرجه النهائيه في ماده الحاسب مثلا. تمام؟ يبقى رقم واحد من مراحل حل المشكله تحديد المشكله. ايه هو تحديد المشكله؟ لازم اعرف احفظ التعريف ده.
هو تحديد المخرجات المطلوبة، يعني ايه المطلوب مني اللي انا عايز اوصله، المدخلات المتوفرة، ايه هي الادوات المساعدة اللي هتساعدني للوصول للمخرجات دي، وعمليات المعالجة الحسابية او المنطقية. خلاص يبقى نخلي بالنا مع بعض، مراحل حل المشكلة، اول مرحلة تحديد المشكلة. تحديد المشكلة هو ايه؟ تحديد المخرجات المطلوبة والمدخلات المتوفرة وعمليات المعالجة الحسابية او المنطقية. يبقى دي اول مرحلة عندي في مراحل حل المشكلة. وكلمة المخرجات المطلوبة اللي هو الهدف المطلوب منك ايه؟ المدخلات المتوفرة الادوات اللي بتساعدني عشان اوصل للهدف بتاعي. عمليات المعالجة الحسابية والمنطقية دي هنفسرها اكتر في رسم الخرائط، لما نوصل للخرائط يعني ايه عمليات حسابية وعمليات منطقية هنعرف الكلام ده مع بعض. تمام؟ طيب دي اول مرحلة. ثاني مرحلة عندي اعداد خطوات الحل الخوارزمية الالجوريثم، ودي في غاية الأهمية. إعداد خطوات الحل الخوارزمية. الله، إيه الخوارزمية دي؟ طبعا الخوارزمية دي يقول لي هم سموها كده نسبة إلى عالم الجبر طبعا محمد بن موسى الخوارزمي. طيب الخوارزمية دي إيه؟ قال لي هي أحد طرق تمثيل خطوات الحل. من هي؟ خرائط التدفق. من احد طرق تمثيل خطوات الحل خرائط التدفق. يبقى نركز مع بعض، ايه هي الخوارزميه؟ تعريفها، هو احد الاساليب المستخدمه في حل المشكله من خلال مجموعه من الاجراءات المرتبه ترتيب منطقي، مش مرتبه وخلاص، لا دي مرتبه ترتيبا منطقيا، يعني ما ينفعش خطوه قبل خطوه، ما ينفعش استخدم اشكال مختلفه مش منصوص عليها في المنهج بتاعنا، لان هي اشكال معينه في رسم ايه الخريطه، وهنتكلم ده مع بعض. يبقى رقم واحد نركز مع بعض، تحديد المشكله دي مراحل ايه يا اخوانا؟ مراحل حل المشكله. واحد تحديد المشكله، وقلنا هي عباره عن ايه؟ تحديد المخرجات المطلوبه تمام والمدخلات المتوفره وعمليات المعالجه الحسابيه او المنطقيه، دي رقم واحد. اثنين، بعد ما حددت المشكله اعداد خطوات الحل اللي هي مين؟ الخوارزميه. وقلنا تعريفها ايه هي؟ هي احد الاساليب المستخدمه في حل مشكله من خلال مجموعه من الاجراءات المرتبه ترتيبا منطقيا. تمام؟ وهنا طبعا بيقول لي بعد ما انت بتحلل وتعرف المشكله بتاعتك وتحدد بقى مخرجاتها ومدخلاتها، يتم اعداد خطه الحل اللي هي على شكل سلسله، ده تعريف تاني، سلسله من الخطوات المتتاليه. اليمين هي الخوارزمية، يبقى خلي بالكم معايا، الخوارزمية هي سلسلة من الخطوات المتتالية أو المرتبة ترتيبا منطقيا، ده تعريف تاني عشان دايما خلي دماغك تفهم المعلومة مش تحفظها صرف، عشان لما يغير في سياق الجملة عادي أنا فاهم مش حافظ. يبقى الخوارزمية هي سلسلة من الخطوات المتتالية أو المرتبة ترتيبا منطقيا. تمام، ده واحد. اثنين، هي أحد الأساليب المستخدمة في حل مشكلة ما من خلال مجموعة من الإجراءات المرتبة ترتيبا منطقيا. من أحد طرق تمثيل خطوات الحل دي مين؟ خرائط التدفق. من أحد طرق تمثيل خطوات الحل خرائط التدفق اللي هي الفلو تشارت. طب إيه هي الفلو تشارت؟ إيه هي الخرائط التدفق دي؟ تعريفها هي تمثيل تخطيطي. هي تمثيل تخطيطي يعتمد على رسم باشكال ايه؟ ركزوا في كلمه قياسيه، لان يجيني في الامتحان بيلخبطني يقول لي ايه هي تمثيل تخطيطي يعتمد على رسم باشكال هندسيه. غلط، لان احنا هنشوف الوقت الاشكال اللي احنا استخدمها هي اشكال عادي بستخدمها في الهندسه، بس اشكال قياسيه يعني اشكال محدده مش اي شكل، يعني مش ما ينفعش احط مثلا المثلث. تمام؟ ففي اشكال معينه هنشوفها دلوقتي مع بعض. يبقى خرائط التدفق هي تمثيل تخطيط يعتمد على رسم اشكال قياسيه لتوقيع ترتيب العمليات اللازمه لحل مساله ومشكله محدده.
انا اللي يهمني لحد كلمه قياسيه دي اهم حاجه. يبقى تاني عشان الطلبه اللي لسه توتها داخل. طب مستر يعني ممكن نسال سؤال؟ يعني مستر هو مثلا مستر لو جالنا في مستر في الامتحان قول ايه هي خلاص التدفق، نكتب هي تمثيل تفكيكي يعتمد على رسم الاشكال القياسيه بس. طبعا ماشي تمام، ده التعريف بتاعه ونركز في كلمه قياسيه. اوكي، لان هو دايما في الامتحان بيلعب بالالفاظ، دايما في الامتحان ممكن للطالب اللي هو حافظ بس ممكن التعريف كامل قدامك وفي الاخر يغير فيه كلمه يقول لك اشكال هندسيه. تمثيل تخطيط يعتمد على رسم باي اشكال؟ لا طبعا، ده هي مش اي اشكال، ده هي اشكال قياسيه، اشكال محدده، اشكال محدده. تمام، يبقى نركز مع بعض تاني عشان الطلبه اللي لسه داخله، بعد كده نلتزم بالمعاني. اوكي، المشكله قلنا موقف يتطلب حل او هدف مطلوب الوصول اليه من خلال ايه؟ اتباع مجموعه من الخطوات بترتيب محدد. تمام، طب حل المشكله هي الخطوات نفسها بقى اللي انا ايه بمشي عليها عشان اوصل للهدف بتاعي. تمام، مثال لحل المشكله، عمل كوبايه شاي ده مشكله، عمل كعكه دي مشكله، خلاص، لان هدف انا عايز اوصل ليه. تمام، مراحل حل المشكله، اول مرحله تحديد المشكله، لازم احدد المشكله بتاعتي، احددها كيف؟ تحديد المخرجات المطلوبه والمدخلات المتوفره وعمليات المعالجه الحسابيه او المنطقيه، دي اول مرحله. ثاني مرحله اعداد خطوات الحل الخوارزميه. ايه تعريف المرحله دي اللي هي اعداد خطوات الحل؟ هي احد الاساليب المستخدمه في حل مشكله من خلال مجموعه من الاجراءات المرتبه ترتيبا ايه؟ منطقيا. تمام، طيب ايه تاني ينفع تعريف تاني؟ هي سلسله من الخطوات المتتاليه، سلسله من الخطوات المتتاليه المرتبه ترتيبا منطقيا عادي. دي مين دي؟ اعداد خطوات الحل الخوارزميه. ليه سموها الخوارزميه؟ نسبه الى عالم الجبر محمد ابن موسى الخوارزمي. طب ايه هي احد طرق تمثيل خطوات الحل في الخوارزميه؟ خرائط التدفق. طب ايه هي خرائط التدفق؟ هي تمثيل تخطيطي يعتمد على رسم اشكال قياسيه. ليه؟ لتوضيح ترتيب العمليات اللازمه لحل مساله او مشكله محدده. تمام؟ اوكي، طيب ايه فائده خريطه التدفق؟ اديكم مثال كده. طبعا ربنا يكرمكم جميعا شباب، في منكم لا يطلع ان شاء الله مثلا مهندس، طبيب، ضابط، ان شاء الله. ان شاء الله. اوكي، طيب انا لو مهندس، خلينا انا همسك في كلمه مهندس، طلعت مهندس، فانا رحت مثلا جاني عميل وقال لي انا عايز اعمل الفيلا الفلانيه. اوكي، طيب المفروض ان انا كمهندس اعمل ايه؟ اروح اوتوماتيك، انت عايز تعمل فيلا، فين حته الاراضيه دي؟ يلا نجيب شويه رمله على شويه زلط على شويه حديد واسمنت ونجيب العمال، يلا اخلطوا دول واعملوا شويه عمدان كده واتعملت الفيلا. لا طبعا، ثاني يوم هتيجي على الفيلا. ليه؟ لا، ده انا في حاجه عندي اسمها رسم هندسي. طب ايه هو الرسم الهندسي ده؟ ده انا بروح للمهندس، بيرسم لي الفيلا بتاعتي، كم اوضه، كم صاله، كم حمام، فين البلكونات، فين المداخل، فين التهويه، كل حاجه. كمان في حاجه اسمها في الهندسه اسمها رسم ايه؟ معمار ورسم انشائي. الانشائي ده مهم جدا، اللي هو ايه؟ اللي هو يوضح للعمال اللي بيشتغلوا العمود ده فيه كام سيخ حديد، والسيخ ده سمكه كام حاجه كده لينيا، لو حد فيكم يعرف، او سمك الحديد، يعني الحديد ده تخين ولا رفيع ولا وسط ولا ايه بالظبط، والعمود ده فيه كام عمود، فيه كام سيخ بالظبط، السقف بتاعي ده ارتفاعه كام، وعمقه كام. الله، هي الحاجات دي مهمة؟ طبعا. ولو انا عندي مشرف للعمال، انا كمهندس بعد ما بحدد الحاجات دي ممكن اديها للمشرف وهم يشتغلوا، لو هو مشرف بقى يعني متعلم وفاهم
مساحه، تمام، هيبدا هو يشتغل على الرسمه. الله، ينفع يشتغل على الرسمه؟ اه، بدون ما انت تبقى واقف معاه؟ اه طبعا. طب ايه فايده ايه الرسمه دي؟ هي نفس خريطه التدفق اللي هنتكلم عنها دي. واحد، تيسير فهم وقراءه المشكله وتوضح للمبرمج ما يجب عمله. لو احنا اتكلمنا عن الهندسه وبناء الفيلا، هنقول ايه؟ تيسير فهم وقراءه وفهم المشكله، اللي هي المشكله هي بناء الفيلا دي، وتوضح للعمال او للمشرفين ما يجب عمله. ده انت العمود ده هتعمل 5 6 عمدان، والعمود فيه كام سيخ، والسيخ ده سمكه كذا. يبقى دي فائده الخريطه. هي الرسم الهندسي اللي بيعمله المهندس. تمام؟ في حد عايز يتكلم؟ مش عايز. طيب مش في مزايا في مزايا غير دي الخريطه التدفق؟ لا طبعا. اول حاجه عندي قلنا تيسير فهم قراءه المشكله وتوضح المبرمج ما يجب عمله، ده رقم واحد. 2، مفيده في شرح البرنامج للاخرين. لذلك انت تلاقي مهندس المعماري ده ومهندس الانشائي لما يديك رسم الفيلا، تمام، ممكن مهندس تاني بيمسكها ويقراها ويفهمها ويفهم، ممكن المشرف يمسكها ويمشي عليها، يبقى مفيده في شرح البرنامج للاخرين. 3، تساعد خريطة التدفق في توثيق أفضل للبرنامج، وخصوصا إذا كان البرنامج ده إيه؟ معقد. لأن البرامج عندي، برامج الكمبيوتر يا شباب، زي ما أنتم بتتعاملوا مع الكمبيوتر بصفة عامة، فيها برامج معقدة. ممكن أعمل خريطة تدفق كبيرة جدا عشان أصمم بيها برنامج معين. فهي بتسهل عليا لما يكون البرنامج معقد، انا بمشي بقى رسمت الخريطه، ابدا انفذ الكلام ده على الكمبيوتر من خلال الخريطه، ابص الخريطه وانفذ، ابص الخريطه وانفذ، يبقى سهلت عليا تنفيذ البرنامج. يبقى انا عندي في 3 مزايا لخرائط التدفق. 1، بتيسر قراءه وفهم المشكله وتوضح للمبرمج ما يجب عمله. 2، مفيده في شرح البرنامج للاخرين. 3، بتساعد في توثيق افضل للبرنامج، وخصوصا اذا كان البرنامج ايه؟ معقد. اوكي؟ يبقى احنا لحد دلوقتي احنا في انهي مرحله؟ المرحله الثانيه، اعداد خطوات الحل الخوارزميه. خدنا فيها تعريف الخوارزميه، خدنا فيها تعريف خرائط التدفق ومزايا خرائط التدفق. اوكي؟ تمام. المرحله الثالثه، يبقى رقم 1 نربطهم ببعض كده، ها؟ حددنا المشكلة. 2، أعددنا خطوات الحل اللي هي الخوارزمية عن طريق خريطة التدفق. طيب بعديها ندخل على المرحلة الثالثة، تصميم البرنامج على الكمبيوتر. طب نصممه كيف؟ هنصمم بالبرنامج المفروض اللي عليكم السنة دي، اللي هو برنامج فيجوال بيزك. إن شاء الله في الوحدة الثانية أو الفصل الثاني هنتدرب عليه او هنشوف شرط عملي عشان نفهم المعلومه مش نحفظها. اوكي؟ طيب يبقى تمام. نعم؟ اسم البرنامج فيجوال بيزك. اوكي؟ او فيجوال ستوديو دوت نت. اي واحد فيهم عندك تنزله وممكن تشتغل عليه عادي. خلاص؟ طيب يبقى تصميم برنامج على الكمبيوتر. طب اصلا اسمه في الشات عشان ننزله. نعم؟ ايوه لو سمحت يا مستر، اكتب اسمه في الشات يا مستر. حاضر حاضر. او لو ينفع تدينا رابطه نحمله عادي يعني. انا هحاول تدينا رابط البرنامج. انا هعمل لكم حاجه حلوه ان شاء الله، هرفعه على جوجل درايف وابعت لكم الرابط على جوجل درايف. تسلم يا مستر. تحت امرك. مستر ينفع البرنامج ده يتحمل على اللابتوب او الكمبيوتر يا مستر؟ طبعا مفيش فرق ما بين اللابتوب والكمبيوتر. اسمك ايه؟ انا احمد عماد يا مستر. احمد، يا احمد، مفيش فرق ما بين اللابتوب والكمبيوتر، الاثنين واحد تماما. الفرق ان ده خفيف في شيله، اقدر اتحرك بيه ومعاه بطاريه فقط لا غير. تمام. ايه اساس البرامج تاني؟ فينزل هنا وينزل هنا عادي، مفيش اي اختلاف خالص. استاذ ايه هي البرامج التاني؟ البرنامج اللي هو برنامج بس عليكم السنه دي في الترمين، اللي هو الفيجوال ستوديو دوت نت او الفيجوال بيزك، اي واحد فيهم تشتغل عليهم عادي. ك
اوكي وانا هرفعه لك على الجوجل درايف وهبعت لكم الرابط ان شاء الله لو حد فيكم حابب يشتغل. تمام. رابط البرنامج ولا رابط الملف؟ رابط البرنامج عشان لو انتوا عايزين تحملوه. لان هيبقى احط لكم معاه السيريال. هنشتغل عليه يعني هنشتغل؟ بس ده مش مطلوب منك في الامتحان. ده مطلوب ان انت لو اشتغلت عليه عندك اشتغلت عليه عشان تثبت المعلومه لذهنك، لكن انت مش مطلوب منك اي امتحانات عملي. الطلبه اللي لسه داخله متاخر. اللي هو مايكروسوفت فيجوال ستوديو. ايوه ده منهجك السنه دي كامله الترمين، اوكي؟ طب انا مطلوب مني اي امتحانات عملي؟ لا. ده فقط انت لو عايز تتدرب عليه وتشتغل بيه وتعمل بيه برامج ليك انت شخصيا او عشان تثبت المعلومه في ذهنك. يعني احنا اول ما ندخل في شابتر 2 او الفصل الثاني، اوكي؟ اشرح المنهج كماله عليه عملي عشان المعلومه تثبت في ذهنك فقط لا. عشان تفهم وتشوف الاوامر اللي احنا بنتدرب عليها دي بتعمل ايه. ايوه بس لازم التطبيق يكون على الكمبيوتر صح؟ بس انت كده انت مش تاني انت مش هتحتاج ان انت تنفذ حاجه على الكمبيوتر في الامتحان، اوكي؟ انا الامتحان عندي اللي يهمني. طب هو هيبقى عمل ازاي طيب؟ ما الامتحان هيبقى عمل ازاي؟ الامتحان ما عرفناش احنا عملي. مفيش امتحانات عملي. هيبقى نظري. امتحان نظري ورق فقط لا غير، اوكي؟ تمام شكرا يا استاذ. طيب. ندخل على المرحله الثالثه، تصميم، قلنا تصميم برنامج على الكمبيوتر، خلاص؟ بعد ما بخلص الخريطه بقوم بترجمه خريطه باستخدام احدى لغات البرمجه اللي هي طبعا اللي هنتدرب عليها السنه دي. طيب المرحله الرابعه اختبار صحه البرنامج وتصحيح الاخطاء. كيف اختبر صحه البرنامج؟ دايما اي حاجه عندنا في الكمبيوتر عشان تختبر صحتها لازم تنفذ عليها عمليه معينه انت عارف الناتج المفروض يكون كام. يعني ما ينفعش ان انا احط عليها عمليه وانا ما اعرفش الناتج المفروض يبقى كام. مثلا انا عملت اله حاسبه عن طريق البرنامج، فراح اعمل عمليه حسابيه بسيطه اقول له مثلا 5. البرنامج لو سمحت مستر ينفع يتحمل على التليفون؟ لا الفيجوال بيزل لا 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 مش هيساعد مش هيش... ما بيشتغلش اندرويد. طب مستر لا يشتغل على الكمبيوتر بس لان ده برنامج مستر. اتفضل. هو حضرتك تبعت لنا مذكره امتى؟ المذكره ممكن ابعثها لكم بكره باذن الله تعالى او النهارده بالليل ان شاء الله. نفس الكتاب اللي انا بشرح منه ده كتاب الوزاره، اوكي؟ وبعد كده في اخر محاضره هكون عملت لكم ملخص، يبقى معاك الاثنين، معاك الملخص ومعاك كتاب الوزاره. كتاب الوزاره اللي انا بشرح فيه ده هيوصل لك بنفس الشكل كده، يعني لو انت انتظرت لحد اخر المحاضره هيوصل لك بنفس الشكل كده بالخطوط اللي انا عاملها بكل حاجه. تمام شكرا. تمام. طيب قلنا عشان اختبر اي برنامج لازم انفذ عليه عمليه حسابيه اكون انا عارف النتيجه بتاعتها، اوكي؟ عشان اتاكد هو طلع الناتج المفروض صح ولا لا. يعني لو انا عملت مثلا اله حاسب فاعمل مثلا اقول له مثلا 2 زائد 5 المفروض تطلع لي 7، طب طلع 6، يبقى انا عندي فيه مشكله عندي في تصميم البرنامج. لكن ما ادلوش عمليه حسابيه كبيره خالص انا مش عارف الناتج بتاعها المفروض يطلع كام واقول انا بجرب. طب ماشي، ما ممكن يطلع لك ناتج غلط، هتعرف كيف ان هو بينفذ صح؟ فلازم تديله عمليه حسابيه انت عارف ان او اي عمليه انت عارف الناتج بتاعها المفروض يبقى. يبقى رقم 4 اختبار صحه البرنامج. وانا طبعا اثناء كتاب البرنامج ممكن نقع في بعض الاخطاء بدون غرض، ممكن مثلا اكتب علامه الطرح بدل من علامه الجمع مثلا. طب اكتشف كيف الكلام ده؟ لازم اكتشف عن طريق ان انا ايه اقوم بادخال بيانات للبرنامج معروف نتائجها مسبقا. يعني انا المفروض عارف النتيجه هتكون كام عشان اعمل مقارنه بين النتائج اللي هتحصل والنتائج المفروض تحصل. طلعت هي يبقى تمام البرنامج بتاعي صحيح. اختبار يعني. اختبار. وافضل حاجه للاختبار يا شباب ان انت صممت برنامج ما تختبروش انت. ادي له واحد تاني يختبره. طب ليه؟ لان اللي هيختبره التاني ده ممكن يعمل لك اخطاء انت ما كنتش عامل حسابها خالص. زي مثلا انا كان عندي احد الطلاب اتدرب على عمل آلة حاسبة، تمام؟ وكتب الكود وتمام التمام.
وبينفذ. بص يا مستر، 5 زائد 6 كذا، 7 زائد، طب نضرب، طب نقسم، نجمع. قلت له ممتاز. طب تعالى كده في خانه الرقم الاول. قال لي اكتب رقم اللي انت عايزه. قلت له انا مش هكتب رقم. قال له امال ايه؟ قلت له انا هكتب اسمي. رحت كتبت اسمي محمد. لا كيف يا مستر؟ قلت له هنشوف دلوقتي. في خانه الرقم الثاني رحت كتبت اسمه الوالد. كتبت الخانه الاولى محمد، الخانه الثانيه فوزي، واخترت عمليه الضرب وقلت له يساوي. راح طلع له ايرور كبير. قال لي ده طلع انت، هل انت توقعت ان انا ممكن ادخل لك حروف في خانه الارقام؟ قال لي لا. قلت له حلو، يبقى تعالى بقى نحل المشكله دي. ودي فائده ان انت بتخلي الطرف الثاني او واحد ثاني هو اللي يجرب، لان هيعمل اخطاء انت مش عاملها في حسبانك اصلا، انت مش حاططها في اعتبارك. رحنا طبعا دربته على كيف يدي امر للكمبيوتر ان هو ما يقبلش حروف اصلا، يعني دي اله حاسبه المفروض ما تكتبش حروف. وبالتالي يلا نعمل نفس الخطا تاني. جيت اكتب اسم، راح طلع لي رساله الرجاء كتابه ارقام او الرجاء كتابه رقم صحيح. الرساله دي انت اللي بتتحكم فيها. فدي فايده ايه يا شباب؟ ها، فايده ان انا اعمل اختبار لايه؟ صحه البرنامج. طيب اخر مرحله عندي، ها، توثيق البرنامج. يعني ايه توثيق البرنامج؟ اكتب كل الخطوات اللي انا عملت بيها البرنامج من مدخلات ومخرجات وخريطه التدفق واللغه اللي انا كتبت بيها ايه، لغه البرمجه، تمام، والاوامر اللي انا كاتبها ومين ساعدني، كل حاجه. دي رقم 5. يبقى سريعا كده، تمام، اللي احنا خدناه النهارده. رقم 1 تعريف المشكله، قلنا هي عباره عن موقف يتطلب أو هدف مطلوب الوصول إليه من خلال عدة خطوات مرتبة ترتيب بشكل معين. حل المشكلة هي الخطوات نفسها اللي أنا بمشي عليها عشان أوصل للهدف بتاعي، تمام. مراحل حل المشكلة كم مرحلة؟ 5 مراحل. أول مرحلة عندي تحديد المشكلة. يعني تحديد المشكلة؟ قلنا تحديد المخرجات المطلوبة والمدخلات المتوفرة وعمليات المعالجة الحسابية والمنطقية. 2 اعداد خطوات حل الخوارزميه، وان هي عباره عن الاساليب المستخدمه في حل مشكله من خلال مجموعه من الاجراءات المرتبه ترتيبا منطقيا، خلاص، او هي سلسله من الخطوات المتتاليه او المرتبه ترتيبا منطقيا، تمام. ليه سميناها الخوارزميه؟ نسبه الى عالم الجبر محمد ابن موسى الخوارزمي، خلاص، تمام. من احد طرق تمثيل خطوات الحل من هي خريطه التدفق. ايه هي خريطه التدفق؟ هي عباره عن تمثيل تخطيطي يعتمد على رسم اشكال قياسيه، ونركز على كلمه قياسيه دي. ايه هي مزاياها؟ قلنا تيسير قراءه وفهم المشكله، توضح للمبرمج ما يجب عمله. 2 هي مفيده في شرح البرنامج للاخرين. 3 بتساعد في توثيق افضل للبرامج او خاصه البرامج المعقده. 3 مرحله قلنا تصميم برنامج على الكمبيوتر بيتم فيها ترجمه خريطه التدفق باستخدام احدى لغات البرمجه، اوكي. 4 اختبار صحة البرنامج وتصحيح الأخطاء من خلال إن أنا أدخل بيانات معروف نتائجها مسبقا، أوكي. رقم 5 وهي المرحلة الأخيرة توثيق البرنامج، ويتم ذلك من خلال إيه؟ إن أنا أكتب كل الخطوات، كتابة كل الخطوات هي دي توثيق البرنامج، خلاص، كل الخطوات اللي أنا استخدمتها في حل المشكلة، تمام، من اللغات والأوامر ولغة البرمجة اللي مستخدمها والأوامر ومين ساعدني وكل حاجة، كل حاجة. أستاذ اتفضل. يعني احنا نكتبها فين يا؟ لا، توثيق البرنامج ده بقى ده كل اللي احنا بنعمله، المراحل دي كلها بتكون ورقية ليك انت. يعني هتكتب على ورق ولا انت بقى بتبقى كاتب كل الخطوات، كل الأوامر اللي انت نفذتها، زي كده، عارف توثيق البرنامج ده زي مين كده بالظبط؟ زي لما بتسمع فيلم وفي اخر الفيلم كده يجي التتر الاخير ده اللي هو يقول لك مين اللي شارك في المكياج ومين شارك المخرج في كل كل حاجه، تمام. ده احنا كمان بنضيف كمان عليها عشان خاص تطبيق، بنضيف عليها الاوامر والخرائط، كل حاجه. ده بيبقى فايل ليك انت بقى. ليه انت عملت النهارده برنامج لشركه لمول كبير، اوكي، وبعد سنه 2 3 4 المول اتصل عليك قال لك مثلا يا استاذ فلان او باشمهندس فلان احنا عايزين نعدل على البرنامج. لو انت ما عندكش الفايل اللي محتفظ بيه بكل الاوامر
هتلاقي نفسك انك بتصمم البرنامج من اول وجديد خالص. ليه؟ انت ناسي كل حاجه. لكن انا برجع للتوصيل ده كله عشان لو انا حبيت اعدل يبقى سهل عليا وبيفكرني بكل حاجه عندي في البرنامج. تمام؟ بس مثلا لو واحد عايز مثلا ينشره على متجر بلاي او حاجه زي كده. نعم؟ مثلا لو خطوه مثلا واحد عايز ينشره على يعني ينشره على جوجل، ينشره على متجر بلاي. لا لا دي قصه ثانيه بعيد عن المنهج بتاعنا. خلينا في المنهج بتاعنا دلوقتي عشان ما يحصلش نعمل التشتيت وطلبه تفهم ان احنا بنحكي بقى في المنهج في خاص بجوجل بلاي والكلام ده. اوكي؟ لكن انت كده خلاص عرفت الخمس مراحل بتوعي الخاصين بحل المشكله، وعرفنا تعريف المشكله وحل المشكله. نكتفي النهارده بكده بالحصه بتاعتنا النهارده. معادنا بكره باذن الله تعالى في نفس الميعاد، بس نلتزم الناس اللي دخلت متاخر النهارده نلتزم بنفس الميعاد الساعه 6 بتوقيت المملكه العربيه السعوديه. وان شاء الله باذن الله تعالى اكون جهزت لكم الروابط اللي احنا هتستخدموها بعد كده ان شاء الله، سواء اللي عايز ينزل البرنامج عنده في البيت او المذكره اللي هي كتاب الوزاره ده اللي احنا بنشتغل منه. وفي اخر محاضره زي ما احنا اتفقنا ان شاء الله هيكون في ملخص تذكروا ليله الامتحان باذن الله تعالى. اوكي؟ اي استفسار يا شباب؟ مستر اكتب لنا مستر برنامج في الشات يا مستر لو سمحت. في ملخص اكتب لنا مستر، ممكن تكتب لنا اسم برنامج في الشات يا مستر؟ حاضر حاضر اكتب لكم اسم البرنامج في الشات. حاضر تمام. طيب في اي استفسار قبل ما انهي؟ بس يا في واحد كتبه مستر، في حد كتبه؟ نشوف كده. عبد الله سمير كتب. ايوه فيجوال ستوديو، مايكروسوفت فيجوال ستوديو. تمام. ايوه ايوه استاذ. اوكي يا عبد الله تمام. اي استفسار يا شباب؟ خلاص هننهي المحاضره كده. تمام مستر تمام. ميعادنا بكره ان شاء الله تعالى. مستر سؤال يا مستر، الخطوات اللي حضرتك شرحتها لنا اليوم عادي يا مستر لو تنفع في برنامج مثلا بيصمم العاب او كده ولا دي ما... دي اسمها خطوات حل المشكله. الخطوات دي انت بتمشي عليها في اي برمجه، اي برمجه. والخرائط اللي احنا بنتدرب عليها دي بتستخدم في لغات برمجه كتيره، مش الفيجوال ستوديو فقط، بتستخدم في سي شارب والسي بلس وحاجات تانية بعيده عن المنهج يعني. اوكي؟ لان دي اساسيات برمجه اللي انت بتاخده في سنه ثالثه اعدادي، ده اساسيات برمجه عامه اقدر امشي عليها مع اي لغه برمجه بعد كده هتعلمها مستقبلا. يعني البرنامج ده يقدر يبرمج اي حاجه صح؟ مش حاجه محدده. طبعا الفيجوال ستوديو ده خاص ببرامج كتير جدا، اغلب البرامج بتبقى معموله دي. تمام خلاص تمام. شكرا يا مستر. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معانا بكره ان شاء الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه. مع السلامه. السلام يا مستر. مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام.